وأكثر من 8 أشخاص مجهولين الهوية ويمنعون الأهالي من النزوح خارج الحي، وآلياتهم الثقيلة تواصل هدم المنازل مترافقة مع تحليق للطيران الحربي في سماء المدينة، وأصوات انفجارات قوية تهز أرجاء مدينة حماة مع تزايد أعداد الضحايا. الآن يكررون مجزرة 82 في مدينة حماة، أهالي الحي يستغيثون. نعم عمر، أهالي حي مشاعل 40 يستغيثون وينادون: أين أنتم يا عرب؟ سماء مدينة حماة سوداء لا ضوء فيها، والمنازل تهدم فوق رؤوس أصحابها وتحرق وسكانها فيها. الآن مجازر الآن بحماة مع مدهمين لحي القصور والأربعين، ويقومون بإحراق المنازل ويعتقلون بشكل عشوائي، لا فرق عندهم بين النسوة والشباب، حتى النساء يقومون باعتقالها وضربها بشكل عشوائي، لا فرق عندهم بين النسوة والشباب، ويطلقون النيران بشكل نعم غير طبيعي في المدينة، ويضعون الألغام بالمنازل ويفجرونها بما فيها، وطيران ببراميل تي ان يدمر المنازل تدميرا كاملا. نعم، وقاد 9 عناصر من الامن الى بدخول السوق الطويل واعتقال احد اصحاب المحلات التجاريه. نعم عمران، للاسف الوقت يداهمنا ب يعني حده وبسرعه. اشكرك ونتواصل في تغطيه قادمه. عمران مراد من حماه، جزيل الشكر لك.